من هي خديجة بن جنة؟ هي إعلامية جزائرية تعمل في قناة الجزيرة الفضائية في قطر، من مواليد مدينة المسيلة بالجزائر سنة 1965. تخرجت من معهد الإعلام بجامعة الجزائر قسم الإذاعة والتلفزيون، ثم التحقت بمعهد اللوفر لتكوين الصحفيين المحترفين في باريس. بدأت العمل سنة 1986 كصحفية في الإذاعة الجزائرية، ثم انتقلت للعمل في التلفزيون الجزائري مذيعة للنشرة الرئيسية نشرة الساعة 8 مساء، بالإضافة إلى التغطية الخارجية، وشاركت في تقديم العديد من البرامج السياسية حول الشؤون الجزائرية واغتيال الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف وانطلاق العشرية السوداء في الجزائر، كما شاركت في تغطية حرب الخليج الأولى في تلك الفترة. انتقلت للعمل في إذاعة سويسرا العالمية بصفتها مقدمة للأخبار ومسؤولة عن الملف الأسبوعي الذي كان يهتم بالجالية العربية في سويسرا، وكان ذلك لمدة 4 سنوات. ثم عملت مقدمة للأخبار ولبرامج حوارية في قناة الجزيرة الإخبارية القطرية عندما بدأت بثها في سنة 1996، وهي من الجيل المؤسس في قناة الجزيرة، واستمرت في عملها في هذه القناة إلى يومنا هذا. شاركت خديجة في قناة الجزيرة القطرية في تغطية الكثير من الأحداث الساخنة والحروب، مثل الحرب على أفغانستان، الحرب على العراق، حرب لبنان، الانتفاضة الفلسطينية الثانية. هي مسلمة الديانة وجزائرة الجنسية، تسكن في قطر بالدوحة في قطر، لديها 3 أولاد هما رامي، طلال، ورؤيا. قدمت خديجة بن جنة العديد من البرامج السياسية والدينية والاجتماعية في قناة الجزيرة، منها برنامج ما وراء الخبر، وهو برنامج سياسي يومي ما زالت تقدمه حتى اليوم. برنامج الشريعة والحياة، وهو برنامج حواري ديني أسبوعي قدمته لمدة سنة كاملة. برنامج للنساء فقط، وهو برنامج حواري اجتماعي أسبوعي كانت تقوم بإعداده وتقديمه لمدة سنة كاملة. كما قامت خديجة بن جنة بإنجاز العديد من المقابلات مع شخصيات سياسية وعلمية وصناع قرار، مثل مقابلة مع موزة بنت ناصر المسند وهي زوجة حاكم قطر، مقابلة مع رئيس وزراء فرنسا السابق دومينيك دو فيليبان، مقابلة مع العقيد الزعيم الليبي معمر القذافي، مقابلة مع الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل للكيمياء، مقابلة مع وزير الدفاع الفرنسي الأسبق ألا ريتشارد، مقابلة مع كارلا ساركوزي زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي، مقابلة مع الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد، مقابلة مع الرئيس المصري المخلوع رحمه الله محمد مرسي، مقابلة مع المفكر الإسلامي الدكتور حسن عبد الله الترابي. وأيضا قامت بمقابلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. شاركت خديجة بن جنة في العديد من المؤتمرات عن الحوار بين الإسلام والغرب، منها مؤتمر برلين للحوار بين الأديان من تنظيم وزارة الخارجية الألمانية سنة 2005. في 2014 فازت خديجة بن جنة بوسام التمييز لأكثر الشخصيات تأثيرا في العالم في مجال الإعلام، خلال التصويت الذي دشنه المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية، وهي مطلوبة منذ 2012 من قبل شعبة المخابرات العسكرية في روسيا، وموجودة ضمن قائمة الممنوعين من دخول سوريا عفوا، ورقم ملفها لدى الشعبة هو 455518.